السلام عليكم، كديرين بخير؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله عندنا الدجاج البلدي محمر نقدمه لكم. صراحه كيجي زوين بزاف. ندوز نعطيكم مقادير. عندي زعفران الحر، وعندي الضامد زعفران جوج، عندي معلقه ديال سكينجبير مطحونه كبيره، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير بودر، عندي معلقه ونص ديال الفلفله حمراء، عندي معلقه صغيره ديال خرقوم عود، معلقه كبيره ديال السمن، عندي 6 ديال دروس الثوم حكوكين، عندي الهريسه معلقه تيه صغيره، عندي معلقه كبيره ديال الربيع، قزبر، عندي كاس مخلط ديال الزيت بالبلديه الروميه، وعندي كاس الماء. وندوز ناخذ الشبانه باش نشرملو الدجاج ديالنا. غنخليو كما غتشوفوا، غنخلي الزعفران بوحدو، لكن العطريه ديالي كلها هذيك الشرموله غادي نديرها في الشبانه. نزيد نخلي غير هذاك الزعفران بوحدو اللي غادي نخليه، ما غاديش نديرو في الشرموله حتى من بعد، حتى تكون تغلط النظره عاد نديرو. دابا ناخذ كاس ديال الماء، كما كتشوفوا هو اللي خليت في الاخر. دابا غادي نزيد كاس الماء ونخلط الشرموله ديالي كباب شويه. دابا نخلط الشرموله ديالي مزيان، ندير معلقه صغيره ديال الملح، صراحة هذا القياس كله هو هذاك في الملح في كل شيء كما درت. نزيد شويه الماء، ودابا غنشد الدجاج ديالي ونشرملو مزيان، نحاول ندخل فيه الشرموله حتى لداخل ديال الدجاج، نشرملو حتى هو. نوجدو الطنجرة ديالنا قريبة باش ننزلو فيها اللي شرملناه ديريكت، هما غنزلوه في الطنجرة. بعد دخلنا لي الشرمولة من الداخل كما قلت لكم. دابا غنهز التعشا وغنديرها في الطنجرة ديريكت. تتشجع خويا حتى هي نشرملها دابا. دابا غناخد واحد السكين كما كتشوفوا باش نربط لي رجليها باش ما ندير لا خيط لا حتى شي حاجه. هادوك الجناب ديالها هما اللي غندخل فيهم الرجلين من هاد الجهه ومن هاد الجهه الاخرى كما كتشوفوا. هاد الطريقه هادي صراحه دابا تشوفوا معايا من بعد يطيب الدجاج كتبقى الدجاجه مجموعه، وصراحه ما فيها لا خيط لا حتى شي حاجه. دابا عاد نديرو شويه ديال الماء باش نجمعوا ديك الشرموله ديالنا، نزيدو على الدجاج، ندوزو البودرة. كما كتشوفوا هذه كبيدة والقنصة وكل شيء اللي عندي هنايا. نوجد بعد البصلة ديالي نقطع عليكم 4 ديال الحبات ديال البصلة. إذا كانت عندكم البصلة كبيرة ديروا جوج، أنا عندي صغارين ماشي كبار بزاف كما شفتوا، درت 4 على قياس ديال جوج دجاجات. نشعلو البوطة، نديرو الدجاج ديالنا بعد يتقلى،
دابا مزيان يتقلى غير في ديك المريقه اللي كما شفتو، باقي ما زدت فيه لا زيت لا والو، باش تدخل فيه ديك الشرموله. دابا بغيت نقلب الدجاج، خاصني ضروري هاد الشوكه حنت طويله، كنقدر نحكم في الدجاجه مع الدجاج شويه كبير. صراحة الدجاج هذا الدجاج محمر كي مزيان، حتى الا جو عندكم الضياف ولا شي حاجه صراحه كيتقدم زوين. هذا اللي كنقدمو دابا هو ديال الضياف. دابا عاد غناخد الزيت، هذاك الكاس اللي قلت لك مخلط بين زيت الروميه والبلديه، غادي نكبو على الدجاج. غندير الماء يكون سخون، غنجيب ندير الماء سخون ونجيب ندير دابا ديريكت مول البصله. البصله ما غنحركها ما والو، كيما غتشوفوا غنخليها الفوق فوق الدجاج. درت هذيك البصله ديالي كلها، غنشد داك الزعفران اللي قلت لكم قبيله خليته في الاخر، دابا حكيته بيديه وزدته فوق البصله. ودابا غنجيب الماء كما قلت لكم وجدته سخون، غنعمر على الدجاج حنت نفس الماء اللي غادي ندير هو اللي غيبقى، ما نزيد لا ما من بعد لا والو، ملي غيطيب فيها اللي غيطيب فيه الدجاج. و مازال خصني نزيد شويه الماء، ولكن دابا غنشد ديك الكبيده كلها و القنصه اللي عندي غادي نديرها. تاهي ديجا غسلتها صراحه مزيان بالملحه وبالخل، ودابا غنغطيو عليه ونزيدو كيما قلت لكم شويه الماء تخاصو الدجاج يهبط في الماء كامل. غنغطيو عليه ونخلوه مدة نص ساعة، كنقصو عليه البوطة. دابا نحلو عليه وصلت نص ساعة، نجيو نشوفو الدجاج ديالنا كيما كتشوفو الدجاج صراحة طاب. صافي مني تيبان لكم غير الدجاج مني تيبوجي كتحس به طايب. دابا لقيت كنقلبو من الصدر باش نعرفو نيت واش طايب ولا لا، دابا يا لقيتو طايب ملي درتلو الشوكة وقلبتو من الصدر. دابا خصنا نهزو الدجاج ديالنا ونطفو عليه البوطة،
ونديرو يتحمر في الفران. نحيدو بعد الدجاج كما كتشوفوا وجه الطاوة ديالي اللي غندير فيها الدجاج. هاو دابا درت الدجاج وبقات المريقة كما كتشوفوا. هذا غندخلو دابا الفران يتحمر. وديجا وجدت شامبينيون بغيت نزيدو معاه، اللي ما عندوش اللي ما بغاش يديرو الصراحه يستغنى عليه، انا تيعجبني. درت زلافه ديال الشامبينيون زدتها فوق من هذيك المريقه اللي ديجا كان خاصني نخليها تشرب شويه وتقلى. ودرت الدجاج ديالي شعلت عليه في الفران وامين طون درت شامبينيون وسديت عليه. دابا غنخليه بشويه بشويه. دابا انا سديت عليه شويه ورجعت عاود نحلو عليه كيف حلينا عليه. دابا كيبان لكم شوفوا راه بدا كيطيب. توا غنخليه شويه كما كتشوفوا. دابا هاو المريقه ديالي تشربات، حتى الشامبينيو توا وجد. بقى لنا نمشيو نقدموه دابا ونطفيو عليه البوطه. الطبق هاد الدجاج كما كتشوفوا هو تحمر. دابا نمشيو نقدمو الطبق ديالنا. دابا نديرو لاصوص على الدجاج كما كتشوفوا. عشان نقول لكم صراحه هذا الطبق كيجي لذيذ ونتمنىكم تجربوه. خلي نقول لكم بالصحه والراحه وإلى اللقاء.